السلام عليكم. يقول: إذا أعطيت الزكاة إلى طلبة أو أفراد أبوهم أو ولي أمرهم سارق أو منحرف، هل يجوز ذلك؟ إذا كان الأفراد والفقراء محتاج، إذا كانت هذه الأسرة محتاجة وفيه من يقوم عليها ويرعى مصالحها، فإنك تدفعها لمن يقوم عليهم لينفقها عليهم. ولو كان أبوهم عنده بعض المخالفات فإنهم لا ذنب لهم وهم بحاجة، فتعطيها لغير والدهم، تعطيها لمن تأمنه على أن يوصلها إليهم ويجعلها في حاجتهم. وأما أبوهم والحال أنه يرتكب لكبائر فهو لا يؤمن أن يصرفها في المعاصي، فلا تعطى له لأنه غير مأمون. نعم.